طيب أصدقائي، ها هي حلقة جديدة من برنامج إفطاريات. الإخوة والأخوات قالوا لي يا عم خلي أمك تطبخ، أنتم يعني حاولتم ولا حرج عليكم. وبالتالي أمي النهاردة هتعمل لخن ومكرياس زي ما أنتم شايفين في الحلة. اللخن اللي هو القرنبيط ده ولا إيه؟ هو ده اللي إحنا هنعمله اليوم يا أصدقائي. تفضلوا معانا. أمي بتقول إن هو اسمه كابيج. أونيون. أونيون. كابج، اونيون، كاروت، بارسلي، بلاك بيبر، اوليف اويل، اند ميت، ولحمه طبعا. استمعنا لطلب المشاهدين وقالوا لنا دايما اشرب شوربه قبل الاكل، فالان نعمل لهم شوربه. خد الكاميرا هنا. من كتر ما الاخوه اعابوا علي ان انا سمنت وزاد وزني، قررت اني اعمل شوربه اليوم. ايه هي المعدات؟ كمون وكزبرة. فجيت اعمل شوربة، امي قالت لي خلاص انت ارتاح انا حاملها لك. بعدين امي راح تحط الاونيون، الكاروت، البورتن كاروت، ان جارليك. ايوه الجارليك مهم جدا. اوليف اويل. واهم شيء طبعا بطاطساية صغيرة، وان بوتيتو. بعد ما كله انتهي هنعصره بقى ونخليه كله هيك يبقى ايه، زي البوري هيك، كله فيلوتي، مطحون. like فيلوتي. فيلوتي بيسموها. Yes. شكرا يا أمي. Really very must do it. Really أمي بتنصحكم إن أنتم تجربوها لأنه أكلة صحية وسهلة. يعني ها هي الكمية. قالوا لنا اشرب شوربة قبل الأكل وبعده. واو، ها هي الشوربة بالجزر والبطاطا والعدس. وها هي الوجبة الأخرى اللي هي المين كورس أو الوجبة الرئيسية زي ما بيقول. هذا بقى مطبخ تشيكوسلوفاكي على يوناني، على كل شيء. أمي بقى فنانة والله. كنا مشتهين الإخوة يكونوا معنا. هتطلع لايف النهاردة ولا إيه؟ هشوف أنا، ده حاجة أنا مسؤول عنها يعني. بقول لك إيه، أستاذ جمال ويليامز ده بتاعي مش بتاعك. لا جمال ويليامز ليه يا أخي؟ يا ابني جمال ويليامز خلاص بتاعي. أنت يعني ممكن نشير يعني. وبعدين أنا عندي الأخ برايت لايت، وعندي الأخ تونس فري، وال تونس ايه فري؟ فري. اوكي. وبعدين عندي الأخت لولي آدم. طب أنت ظلمت الإخوة الذي لم تذكر اسمه. الأخ وفي، في ناس كثيرة. والآن نستخدم هذا الابتكار ونعمل الشوربة. لازم تطحن شوية. شايف؟ احكي لنا ماذا يوجد اليوم؟ اليوم في حاجة جديدة. الساعة 8:26 دقيق، الأذان 7:30، يعني تبقى تقريبا 10 دقائق. لو تقدر أمير توري الأكل النهاردة. طبعا عندنا المقرمشات، الخبز المتقرمش رهيب، والجبنة البيضاء الفيتا تشيز جميلة، والوجبة الأساسية اللخن ومكراس. وطبعا عندنا السوبة، الشوربة اليوم أول يوم نعمل شوربة أهو. تبعنا نصيحة المشاهدين، قالوا لنا فين الشوربة، فين الحريرة، فين البابا غنو، الفتوش. بعدين عملنا الشوربة اهي. نعتذر على صوت الغسالة، مضطرين نحط الغسالة يا اخوتي. الآن أنا بتذوق الأكل. الشوربة، نبدأ بالشوربة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني لأنه الكاميرا ليست واضحة. يا حكيم شديدة مان. لا وجبة شديدة جدا. شكرا يا حكيم. اليوم انا واخي حكيم راح نتفرج على المشاهدين، راح نعمل الموضوع بالعكس، يعني احنا نتفرج عليهم. يلا ما تاكلوا يا اصدقاء. خليني اتذوق من هذه الشوربة. حلال هذه الشوربة؟ حلال. بصلة تمشي مع الاكل عايش. في حاجات بتحط من فوق مقرمشات. ودي ما استعيفك ميتا باريشو لا ليغا سيسيرا ليغا سيسيرا مايكي كيالو ما ديو ساكي. جسيدة سوري. حطينا المسدوان. عيب عليك اخي حكيم ان انت شغلت الغسالة في هذا الوقت. تفضلوا يا جماعة، هذا اللي هو بيسموه لخن ومكراس، وجبة يونانية بحت. تحب حكيم احط لك لخن ومكراس؟ لو ما حطيتليش يبقى انت ظلمتني. طب قرب شوية بس عشان الزومية بيقعوا في كل حتة.
مش عايزة كمان تخيس معايا في اللحمة، اوكي؟ يعني اديت لك قصتك. اكتر وجبة بيمشي معاها الفيتا تشيز الجبنة اليونانية البيضاء هي دي. من غير فيتا تشيز مستحيل اكلها يعني. شكرا يا ماما يا عزيزتي. انا كنت في ساتليجو. اوي. اسمح لي اخويا خليني اقول لك بقى اذا هذا الاكل طيب ولا حلال. اللحم هذا حلال؟ انا بمزح يا جماعه. بسم الله. طيب صبصب لي يا اخي حكيم من السيفن اب. صبصب لي بلا كفايه هيك علي. ماذا أقول لك يا أماه إلا الخير. شكرا على الأكلة الطيبة هذه، عجبتنا جدا وأكلنا منها كالبغال. أكلة اللخن ومكراس عجبتني، فيها اللي هو الكابج هذا طيب جدا، وكمان أيضا حبيت الشوربة لأنه عايزين نخس شوية الوزن يا جماعة. فالأكل النهاردة كان 10 على 10.